استشهد مدني وأصيب اثنان آخران جراء قصف ميليشيا الحوثي والمخلوع الأحياء السكنية في تعز، هذا وقتل اثنان من قوات الجيش والمقاومة، وأصيب تسعة آخرون جراء قصف الحوثيين وهجماتهم على موقع الكرساح في الضباب، إلى أن المقاومة صدت هجمات الميليشيا وأجبرتها على التراجع. مدنيون وآخرون من أفراد الجيش الوطني والمقاومة هم ضحايا القصف المتجدد لميليشيا الحوثي والمخلوع على الأحياء السكنية ومواقع الجيش والمقاومة بتعز. محاولات عديدة تقوم بها الميليشيا للتقدم في مواقع الجيش والمقاومة في الكرساح بالضباب والأقروض وكذا ضبي ونجد السلف ومواقع أخرى في الجبهات الشرقية والشمالية والغربية باءت بالفشل بحسب مصادر ميدانية. الأحياء السكنية في أنحاء متفرقة من المدينة وقرى آهلة بالسكان في الصرم والذنيب وبلعان بعزلة الأقروض وظبي الأعبوس وقرى أخرى في المحافظة تعرضت للقصف مخلفة ضحايا مدنيين وأضرارا في ممتلكات المواطنين. يوم يمضي وآخر يأتي ولا يرى سكان هذه المدينة من الهدنة سوى نقيضها، في تأكيد واضح على أن لا رغبة للميليشيا في إحلال السلام.